اليوم احنا في النسخة السادسة عشر من منتدى الإعلام العربي. نحن عندنا فرصة قوية جدا، لغة واحدة ل 22 دولة عربية، الرسالة واضحة، ما هو الحوار الحضاري، كيف أن هذا الحوار الحضاري يكون يتسم بالتواكب أيضا مع التطور والتواكب أيضا مع الأحداث، كيف أن أيضا تكون هناك رسالتنا إيجابية. سمو الشيخ محمد بن راشد، سمو الشيخ محمد بن زايد وقيادة دولة الإمارات تركز على الرسالة الإيجابية وكيف أن نوصلها. هذه الرسالة أيضا رسالة محلية وأقليمية، ولكن كيف أن نحول المضمون أن هذه الرسالة أيضا يفهمها العالم الخارجي. نحن نعيش في دولة الإمارات، نموذج للتسامح، نموذج للحوار الراقي، نموذج للتعايش، نريد أن نرى هذا أيضا على مستوى أعلى، نريد أن نراه في المنطقة العربية، نريد أن نرتقي بكل ما يعنى بخطابنا الإعلامي. نريد أيضا أن يعني نحقق وسيلة أساسية ورئيسية في مجتمعاتنا العربية، اللي هو الخطاب المتسامح. نريد أن نوصل رسالة للجميع بأننا شعوب تقوم على التسامح، هذا في تاريخنا، هذه جزء من تراثنا. نود أن نوصل هذه الرسالة للغرب بصورة أساسية.